السلام عليكم ومرحبا بكم في شهيوه من شهيوات كوزينتنا. اليوم ان شاء الله غادي نشارك انا وياكم طريقه سهله في الملوي. عندنا بالنسبه للمقادير جوج سلايف ديال الدقيق الفورص ونص زلافه ديال دقيق القمح الفينو. انا ديجا خلطتهم هنايا. عندنا واحد شويه ديال الملحه كنخلطوها حتى هي مع الدقيق وشويه ديال الماء باش غنخلطوا هذا العجين. العجين كيكون رطب ومرخوف ولكن ما خصوش يكون جاري بزاف. بالنسبه للماء انا في الصيف كنستعمل غير الماء عادي من الروبيني ولكن في البرد عليا فاش كندير ما يكون دافي. وفي المرحله الثانيه غادي نحتاجوا الدقيق الفينو للتوراق. الدقيق الفينو هو اللي كيكون مسمد كيكون فحال السميده ولكن ماشي سميده، راه دقيق ديال القمح. واحد باكيه ديال الخميره ديال 8 غرام. كنحتاجوا زلافه وعندي هنايا شويه ديال الزبده وشويه ديال الزيت للتوراق. الزبده كتكون دائما غالبه على الزيت. اول حاجه غادي ندير هي غادي نعجن العجين. دائما كنعجنو واحد المده لان ما كندلكوش بزاف، كنخليه حتى كيتسلق. عاد غادي نصوب الملوي. العجينه ها هي كيفاش كتكون، خصها تكون مطلوقه. انا دابا غادي نخليها حتى ترتاح على راحتها، عاد غادي نشكل بها الملوي. وبعض المرات كنديرها بالليل وكنغطيها، كنديرها في الثلاجه والغد الصباح كنوض كيكون مطلوق العجين ديال المسمن. اما ديروها في الثلاجه الا كان الحال سخون اولا الا كان الحال هكا بارد راه كتخليوها محطوطه غير فوق البوطاجي مغطيه مزيان. كيف ما قلت ها انتما هذا الشكل ديالها. غادي ندير لها واحد النقيطه ديال الزيت باش ما تنشفش العجين صافي. وغادي نخليها دابا ترتاح. بعد ما ارتاح العجين مزيان كتشوفوا كيفاش كيتسلق كيولي مطلوق مزيان كيسهل دابا نخدموه. دهنت ايديا بزيت كيف ما قلت. غادي ندير كويرات ونحطهم حتى نكمل العجين ديالي كامل. غادي نخليهم يرتاحوا واحد 5 حتى 10 دقائق غير بين ما ذوبت الزبده وخلط السميده داك الفينو ديالنا مع الخميره وعاد نرجعوا نخدموهم. من بعد ما ارتاح العجين غادي ناخذ الكره الاولى. هنايا ذوبت عندي الزبده والزيت كيف ما قلت الزبده كتكون غالبه. غندهنوا البلاصه اللي غادي نخدموا فيها والدقيق الفينو زلافه اللي عندي للتوراق خلطت معها هذيك الخماره اللي كانت عندي. غادي نسرحوا العجين مزيان. كنبسطوها مزيان. غادي نرشو واحد شويه ديال الزبده غير هكا باش من الوسط ندير واحد شويه من هذاك الدقيق القمح الفينو. غادي نطوي الطويه الاولى هكا نرش عاوتاني هنايا شويه ديال الزبده شويه ديال السميده وغنطوي هاد الجهه الفوقانية عليها ولكن ما نوصلهاش حتى للفوق. غنجيبها غير هنايا يعني غير هكا ما نجيبهاش حتى انا نغطي هاد الفوقانية، كنجيبها غير هنا في الوسط بحال هكا. غادي نرش ثاني شويه ديال الزبده شويه ديال السميد هكا باش كيجي مورق داكشي علاش ضروري. وغادي نبدا كنلوي من هنايا من الفوق. انا كندور كندير ان بودان نجيب هاد الرويسات اللي كيكون عندي الفوق نسد عليه كندير ليها هكا كنبسطها. وغادي نرجع هنا ونغطيها مع الاخرين. غادي نبقى مستمره هكا. دائما رشوا الزبده ومع الخليط ديال الزيت رشوا السميده والخميره نطويو كيف ما قلنا وحده. نجيبو الثانيه بلا ما كنوصلوا للقنت ما كنغطيوهاش كامله يعني كنبقاو غير من الفوق هكا كيف ما قلت يعني غير هكا ما كتغطاش كامله. شو قلنا السميده والدقيق الفينو والخميره. ممكن تعوضوا الفينو بالسميده للتوراق. غادي نبقى مستمره بحال ما هكا حتى نكمل الكرات كاملين اللي عندي.
بعد ما كملت العجين عندي كامله، غنبدا بالملويه الاولى اللي وجدت. المقله ديالي راني درتها كتسخن، غادي نبسطها. كنبداو هكا بالوسط وكنبداو غادي للجناب، وكنديروا نبسطوها بالصباع ديال ايدينا، ما كنديروش الكفوف باش ما نضغطوش عليها بزاف، كتجينا مقاده هكا. نهزوها غير بشويه ونديو المقله. نرش واحد شويه ديال الزيت، نحطو الملويه ديالنا نقادوها، كنزيد واحد نقيطات ديال الزيت من الفوق، ماشي ضروري ولكن كيحمرو وكيعطي واحد اللون زوين. غير كتشد فراسها واحد شويه ونقلبها. غادي نخليها دابا حتى تحمر من هاد الجهه وندورها تحمر. من بعد ما كنخبزو الملوي عاد كنخرجوه من المقله، كنشدوه وكنحلوه هكا باش كيتورق، وهذيك لافابور اللي كتكون لداخل ما تبقاش فيه ويتعجن. الطبق ديالنا ديال اليوم ها هو واجد، ملوي مورق وهشيش، كيجي زوين وسريع في التحضير. كتشوفوا كيفاش كيكون من الداخل، التحضير ديالو سريع وكديروا كميه كثيره بسرعه. كنبغي نشكر عليه حسنه من دعاء القلوب، لانني شفت عندها فيديو نفعتني بزاف. نتمنى ان حتى نتوما تكونوا استفدتوا، ونتمنى ان تكون عجباتكم. وبالصحه والراحه.